صافي مزيان. حتى لا اسوء. سي كريم محمد، تعرضتي يوم الاربعاء المصاريب لاعتداء شنيع قرب مقر السكك الحديديه على مستوى حي الامل بعين حروده، بغيناك تحكي لنا بالضبط اشنو وقع لك. خويا كنت غادي، خرجوا لي جوج، واحد هز كيتور والاخر هز جنوان. شنو كيتور؟ ترونشي. وصف لنا عفاك بينا ترونشي ديال الحديد. ترونشي ديال الحديد. ملي وقفوا عليا نزل عليا بموج الجنوان الراس، قال لي طلع داكشي اللي عندك اللي عندو الكيتور، طلع لي التليفون كارد كيشي. المهم بداو مجاحلين، قربها طيح الظلمة، باقي ما كاينش المغرب. المهم منين قلت لهم راه ما عندي لا فلوس لا والو، موج الجنوي كيقول لي غتجبد الفلوس ولا راه غنخشيرك من بوطك ونخرجك من ظهرك. انا منين سمعت بحال هكاك وليت خايف. المهم بقيت كنطلب فيهم، طلب جاهم شي جوج مرات وكنطلب فيهم. واحد اللحظه ما فهمتش كيفاش تشديت لي يدو، بغيت نحيد لي الجنوي. المهم نزل عليا الاخر مول الكيتور، نزل عليا الراس. منين حسيت بشويه الجرح بديت كنغوت عكعوك عكع عباد الله، داروا لي قرطه مول الجنوي عضني في يدي. منين جيت منين بداو كيجيو الناس هربوا ليا، خلاو لي الجنوي وهربوا. منين بديت كنزف وداك الشيء وبرد شويه، لقيت راسي كلي مضروب، جيت الكلوه ومضروب الراس ومضروب في يدي. حصلت على شهاده طبيه؟ درت شهاده طبيه ومشيت درت سكانير. شحال فيها شهاده طبيه؟ في 30 يوم. دفعت للجوندارم درت تصاور، ولكن علاش ما خدوش ليا التصاور؟ رجعوا ليا التصاور، ما دفعوهمش مع الدوسي. صافي وقالوا لي سير، المهم احنا درنا لك محضر، سير تنعيطوا لك. وبالنسبه لهاد الدراري كتعرفهم؟ لا ما كنعرفهمش الدراري. المهم الدراري دابا شنو هو اللي عرفهم؟ هو انهم ملي جاو الناس وجات لابيلانس شافوا الجنويط، عرفوا شكون اللي كيكريسي وشكون اللي كيكريسي بها، وعرفوا مولاه. وجاو عندنا والدي اللي ضربني بالكيتور، جاو عندنا والدي باغيين يطلبوا الصلح، ولكن انا ما غنسمحش لهم. انا باغي الحقوق ديالي كما داروا لي انا، غيديروا لواحد اخر او اخ او اخت او اي واحد، غيديروا لي بنفس الطريقه. انا راه ربي اللي نجاني، راه كنت غنموت ما عرفتش كيفاش. راه ردت الوالدين خرجت لي طريفه. يعني على حسب الضربات اللي كيبان لي عندك، وهذا ربما الناس كانوا في حاله غير عاديه. لا ماشي عاديه، بنادم غير طبيعي، بنادم مهلوسه بزاف ديال الحوايج. انا موج الجنوي قريته في عينيه، يعني غير طبيعي عينيه، ما كاينينش واحد الدرجه. والانسان اللي كطلب فيه ودار معاك بحال هكا راه ماشي قلبه ديال الرحمه، راه يقدر بزاف ديال الحوايج، حيت الضربات ديال محاولات القتل، لا هذه اللي في الراس ولا هذه اللي جيت الكلوه. الطبيب قالها لي، جدارميه قالها لي، قال لي انت، قال لي ماشي الواحد اللي كيجي كيديكلاري بهذا الشيء، قال لي ولكن انت تعدوا عليك بزاف. انا كنطلب من الحقوق ديالي، هذا الشيء اللي باغي ناخذ حقي. المهم انا ما غنسامح لهم اي حاجه، بغيت المخزن بايدو ياخذ لي حقي في هذا الشيء. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.